نجد أن المسلمين أكثر الناس إهمالا وعدم التفات وعدم اعتناء بهكذا مناسبة. ومؤلم جدا النجف الأشرف، أتكلم عن مدينتي التي أنا فيها، في ليلة عيد الميلاد المسيح التي لا تعنينا، وتحدثنا في وقتها لا تعنينا شيء، يعني ميلاد نبي من الأنبياء ونحن نعتقد بأنه نبوة انتهت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد التحضيرات والصعاديات والأمور، فشيء عظيم يعني عجيب، ما من محل من محلات إلا واشترى شجرة الكريسمس، وبعضهم وضع عليها حتى هذه العلائم التي على الشجرة التي ترمز إلى بعض الرموز التي هي خلاف الدين، ولكن هم الناس يهتمون والناس يبذلون المال في المولات الضخمة والأسواق الضخمة في بغداد وغير بغداد لمدة أكثر من أسبوعين. هذه الشجرة منتشرة وثابتة. تسألني ما هو السبب؟ نعم. السبب الحقيقي في واقع الحال يرجع إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول الإعلام المضاد، بمعنى أن الإعلام الذي ينفخ في بعض الحوادث ويهمل الحوادث الأخرى، يهمل نفخ وإهمال. هذا النفخ بلا إشكال الناس عبيد الصيحة، عبيد الإعلام. هو في الواقع الفكر السلفي والفكر التكفيري الذي أنا أعتقد جازما أن هذا الفكر السلفي التكفيري أيضا هو من نتاج عليه حال الاستعمار، زرع فينا بعض الشخوص والأشخاص وبعض الأفكار الضالة، حتى أنهم لمدة أكثر من 100 عام الآن، أكثر من 100 سنة، أن الاحتفال بميلاد النبي بدعة وشرك ما يجوز. هذا أيضا شبعت أذهان مجتمعاتنا وأذهان شبابنا وأجيالنا أنه الاحتفال بميلاد النبي أمر بدعي غير جائز وفيه خلاف وفيه كذا. وبلا أشكال الناس أيضا يستمعون إلى هذه الأبواق التي ضخت الأموال الضخمة. وتعرفون الحركة الوهابية الآن انحسرت، الحركة الوهابية الحمد لله الآن انحسرت شيئا فشيئا، ولكن في 100 سنة الماضية أكثر من 100 سنة لعبت دور كبير جدا في ضرب مظاهر الفرح.